دكتور ياسين مرحبا بك معنا. من الناحية Hello, Dr. الاقتصادية Yasmin. أهمية هذا From the التعاون economic point of view, العربي what اللاتيني is the وهذه القمة importance of وأبعادها this الاقتصادية؟ Arab-Latin complementarity peace summit on أعتقد its أن economic التكامل dimensions? الاقتصادي اللي ممكن يحدث بين دول أمريكا اللاتينية والدول العربية economic complementarity أعتقد that may happen بيركز between على أبعاد the countries of نفتقدها Latin نحن America بالنسبة and the Arab لنا في المنطقة countries. ومتوفرة عندهم، وبالتالي التكامل الاقتصادي اللي ممكن ينشأ نتيجة لفتح الباب ودعم التوجهات الاقتصادية حيكون له تأثير إيجابي بصورة قوية على الصناعات المحلية في الدول العربية وعلى القطاعات الإنتاجية والصناعية اللي في المناطق and the economic and production الجنوبية. sectors in South America. نوعية الصناعة ونوعية التطورات the nature اللي بتصير of productions بالنسبة لنا and واللي موجودة هناك which بتوجد نوع من in the two التكامل regions create a sort of horizontal من زاوية complementarity المواد الخام when ومن it comes to raw materials and the benefit من الإمكانيات of these المتوفرة بالنسبة طيب. from the الدول دي. سيد ياسين، خلينا نتحدث عن هذا التكامل بين المنطقة العربية والمنطقة اللاتينية. ما هي العوامل المتوفرة لدينا والمتوفرة لديهم؟ عن أي قطاعات نتحدث؟ What are the factors present نحن in the نتحدث two عن القطاعات الزراعية، and about نتحدث عن which القطاعات الإنتاجية والصناعية. Exactly بالنسبة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج وباقي الدول العربية، بتتواجد عندنا إمكانيات ضخمة صناعية من زاوية البتروكيميكالز ومن زاوية منتجات أخرى. نفس هذه المنتجات غير متوفرة موجودة في المناطق دي ويحتاجوها بالنسبة للصناعات الموجودة لنا. These products are not available in the Latin countries while they need them to make products present in our markets. تعاملاتنا وتركيزنا Currently, كله على السوق اللي بتاخد المواد الخام وتستفيد منها هي السوق الصيني. وجود بديل لسوق اخر يستطيع ان يستوعب الامكانيات والقدرات الموجوده عندنا بيعزز قدرتنا الاقتصاديه وبينمي الاسواق اللي ممكن نتعامل معها. سيد جعفر، اهميه اقتصاديه كبيره لهذا التعاون بين الكتلتين العربيه واللاتينيه، لكن على النواحي السياسيه برايك كيف بالإمكان استغلال هذه العلاقات بين الجانبين لدعم القضايا المشتركة فيما بينهما؟ But on the political level, how do you think both poles may benefit from this?